اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني، اقرأ وارتق بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي. ما زلنا في سورة التغابن، وأرد اليوم من الآية العاشرة إلى آخر السورة، من الآية العاشرة إلى آخر السورة. ومعي ومعكم ضيفين عزيزين، الشيخ عبد الله بركات. أهلا بيك شيخ عبد الله. أهلا بك يا شيخ. شيخ عبد الله يعني شرفنا قبل كده وبنسعد بيه في هذا اللقاء. الله يكرمك شيخ، وأمتعنا بقراءته الجيدة. الله يبارك فيك، الله يجزاك شيخ. بارك الله فيك. الله يبارك فيك، ربنا يجزاك. وضيفنا الثاني أخو الشيخ عبد الله بركات، وهنشوف مقارنة هذا الشبل أخو هذا الأسد ولا إن شاء الله. الشيخ عبد الرحيم بركات، أهلا بيك شيخ عبد الرحيم. الحمد لله تمام. أنت علي يا شيخ عبد الرحيم؟ لا مفيش. المفروض إن يعني الشيخ عبد الله كده أدك جرعة شجاعة الموضوع. لا مفيش. إن شاء الله نسعد بيك حبيبي، ربنا يحفظك. وقبل ما نبدأ الحلقة ونبدأ قراءة الورد، يعني أنا بفضل الله تعالى عائد من أسيوط من حوالي ساعة، فكانت رحلة طيبة. حبيت بس أشكر أهلينا في أسيوط وعلى استقبالهم، ويعني فضل تعالى كانت مؤتمرات دعوية جميلة جدا 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 جدا، ربنا يجزيهم عنا خير، في مركز الفتح. فبشكرهم مرة ثانية وأسأل الله أن ينفع بهم وأن يستخدمنا في خدمة كتابه. أرجع بقى للشيخ عبد الله بركات. وبرضو قبل ما أبدأ مع الشيخ عبد الله، إحنا عندنا إيميل بنستقبل عليه رسائل حضراتكم، للي مش مستطيع التواصل معنا من خلال الهاتف يرسل برسالة لمقترح للإيميل إن شاء الله على الشاشة الآن، لمقترح، عنده سؤال في التجويد، أي تعليق إحنا نقبل وإن شاء الله نرد عليه. وعندي بعض الإيميلات اللي جات لي من الحلقات الماضية، الحلقة الماضية وقبل الماضية، إن شاء الله هنعرضهم، بس بعد ما نسمع للشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحيم. يبدأ الشيخ عبد الله بركات مستعينا بالله مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. طبعا المشاهدين بس يعذرونا على البدايه لان ده الورد طبعا، احنا بس يعني الصوره لابد ان توصل يعني ببعضها، لكن الورد هنا اظن هو يعني مكمل، يعني مكمل لما قبله، ولكن يعذرونا على البدايه. فخلينا ان شاء الله ما في مشكله، ان شاء الله ما في حرج ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك شيخ عبد الله، ما شاء الله. هنشوف بقى الشبل أخو الأسد أكيد إن شاء الله. الشيخ عبد الرحيم يتفضل مشكورا مأجورا بقراءة نفس الورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بارك الله فيك. نقول بقى هذا الأسد أخو ذاك الأسد إن شاء الله، إن شاء الله عليهم. يعني قراءة ممتازة ومنضبطة بالأحكام التجويدية وفي أداء طيب جدا وفي كمان يعني أداء حد صاحي وفايق ومركز يعني إن شاء الله عليكم. طيب أنتوا برضو مركزين معايا إن شاء الله، يعني تركيزكم ما راحش خلاص بعد القراءة. هنسألكم في الأخطاء اللي بنسمعها من خلال الاتصالات إن شاء الله. إن شاء الله. طيب معنا أول اتصال مريم من الجيزة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ أشرف؟ أهلا بيكي. بارك الله في الضيفين الكريمين. وفيك الله وبارك. ينفع أقرأ أخي أحمد يقرأ بعدي؟ أنت طبعا اتفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك ما تعرفيش نص الكلمة. بص يا مريم، خدي بالك أول ما تلاقي نفسك هينقطع وقفي قبل ما تجيب الكلمة، لكن ما نعرفش في أولى ونقف، ما ينفعش احنا كده قطعنا الكلمة وقفنا في وسطها. ماشي يا مريم، يلا. أولئك ده كملي. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. لا، المصير المصير. ها، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا مريم. دينا أحمد، إن شاء الله مريم ممتازة. تمام. أحمد، السلام عليكم يا شيخ أشرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد. أنا أحبكم في الله. وإحنا بنحبك في الله. ينفع أقول القرآن أو ادفع يا شيخ؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ينفع أقول القرآن؟ ينفع طبعا. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها. جميل. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فلا ما فجورها وتقواها. بارك الله فيك يا أحمد، ما شاء الله عليك. وقد يا أحمد زكاها. أحمد، نعم، ما شاء الله عليك، كفاية كده عليك، ما شاء الله عليك. ينفع أقول الحديث؟ ينفع تقول الحديث. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. بارك الله فيك، بس المفروض نقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا إيه؟ لكن ما شاء الله عليك يا أحمد، أحمد ممتاز ما شاء الله عليه. معنا أخونا محمود من دمياط. السلام عليكم. السلام عليكم. صح الله كده. ازيك يا شيخ أشرف؟ أهلا بيك شيخ محمود. ازي حضرتك؟ في نعم والله الحمد لله. ازيك يا شيخ أشرف؟ الله يكرمك. مع محمود الفل من دمياط. أهلا بيك شيخ محمود. شيخ محمود شرفنا قبل كده في البرنامج يعني. ازي حضرتك؟ ونسعد بيك على الهاتف. اتفضل يا أخي. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك شيخ محمود، أداءك طيب وقراءتك طيبة، ونسعى بك في البرنامج في وقت لاحق إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا أم إسلام. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مسلم. زي حضرتك يا شيخ أشرف؟ في نعم والله والحمد لله. الله في عمرك وفي أهل قناة الرحمة كلهم. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله سارة هتقرأ بعد مني، بس أنا كنت عايزة أسلم على حضرتك وعايزة أسألك ربنا يعزك على أمنا أم فارس. الحاجة أم فارس بخير والله، كنت على اتصال معها قريبا يعني. لأن ليا فترة كبيرة بسمعهاش خالص.
لا هي بخير حال والحمد لله. ربنا يجزيك كل خير، احنا بنحبها في الله، فكنت بسأل عليها لاني الله يحفظكم ليا فترة كبيرة ما بسمعهاش. انا نوصل لها ان شاء الله، نوصل لها ان شاء الله يعني سؤالكم عليها ان شاء الله. جزاك الله خير وبارك الله يحفظكم فيك. سارة مع حضرتك ان شاء الله. مين سارة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ اشرف؟ ازيك يا سارة؟ بارك الله فيك وفي ضيفك الكريمين. وفيك الله وبارك. ربنا يخليك. ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله بتعمل اول فين؟ اكملي بقى. الله لا اله الا هو. طب اكملها. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك ويحفظك. مش أنا ملكوش رزق النهاردة خالص لحد دلوقتي، صح كده؟ اه، فيعني ايه، فكروا بقى في اللي بتسمعوه من اخطاء خارج الاستوديو ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ناخد اخونا ابو اشرف من فلسطين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الحبيب حياك الله اخي اشرف. حياك الله وبياك. ادفع يا سيدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. من اين اقرا؟ اقرا بقى من انما اموالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. خد بالك، ويغفر لكم الراء. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك، إن شاء الله عليك. بقول لكم ملكوش رزق، ربنا إن شاء الله يكرمك. يا ربنا يرزقنا. معنا أخونا عبد الله من القليوبية. السلام عليكم. أهلا بيك شيخ عبد الله. السلام كريم. الله يحفظكم. عزكم الله. وعزكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عما يحدث في سوريا. آمين يا رب العالمين. في جميع بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبنى بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسول
رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله فيك شيخ عبد الله، بنسعد دايما بقراءتك ومداخلاتك وتشريفك لينا ان شاء الله في الاستوديو، ربنا يحفظك ويرفع قدرك ان شاء الله. معنا الاخت الهام من الجيزه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ حسن؟ ازيك يا الهام، الله يحفظك. الحمد لله كويس. ها ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكرم من اول فين؟ الله لا اله الا هو. هقول هقرا اقول حديث. طيب اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن تعفوا وتصفحوا. خذي بالك. نعم. وإن تعفوا. أيوة أقول أكمل؟ كملي. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. وتغفروا ليه بس؟ هي غين ولا خاء؟ وتغفروا. وإن تعفوا، عندنا واو أولا مادية لازم تبان، صح يا شيخ عبد الله؟ وتصفحوا، عندنا واو مادية. وتغفروا، عندنا غين ساكنة واو مادية برضو تبان. يلا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم. غفور رحيم. لا ما تقولش غفور، ما عندناش ايه نون هنا خالص. غفور رحيم. غفور رحيم. ايوه كده ما شاء الله عليكي. سمعينا بقى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يسأل فسألوني فأعطيت كل إنسان ما سألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا إلهام. نعم. أنت عندي كم سنة؟ 15. ما شاء الله عليك. انت حافظه الحديث ولا بتقرئيه من ورقه؟ لا انا يعني حفظته من الحديث الأربعين نووي. يعني حفظتيه ما شاء الله عليكي. انت عارفه حفظك واضح ان هو جيد، بس انت محتاجه تضبطي بقى ايه تشكيل الحديث. خلاص ماشي. يبقى انت لازم تصحي الكلام ده وتحد يضبط لك معاك عشان تبقى حافظاه بشكل ايه صحيح. لكن ما شاء الله عليك اخترتي حديث طويل قوي، ربنا يحفظك. جميل وجميل طبعا، يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك. طب ناخد اتصال ان شاء الله ونرجع لضيوفنا كده عشان نصحصحهم ونصحصح احنا كمان ونشوف بعض الرسائل. معنا هاجر من القاهره، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. كويسه ولا كويسه؟ كويسه ما شاء الله عليكي. طيب هتقراي معانا الورد؟ سورة المعارج. المعارج؟ طب يلا سمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن في الأرض جميعا ثم ينشي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يا هاجر نعم. انت عندك كم سنة؟ ستة. ما شاء الله ما شاء الله عليك، قراءتك ممتازة. انا مش حابب يعني اخليكي تقفي خالص لولا بس يعني الوقت بتاع البرنامج، لكن ما شاء الله عليكي ربنا يحفظك. حافظه قد ايه يا هاجر؟ جزئين. ما شاء الله عليكي، ان شاء الله توعديني وعد كده على الهواء ماشي، انك تختمي القران كله ان شاء الله، وربنا يبارك في من حفظك القران. ما شاء الله عليكي. ارجع بقى لدوفي ولا معانا اتصال؟ ارجع دوفي وبعدين نشوف الاتصالات ان شاء الله. صحي لسه يا شيخ؟ ان شاء الله. انت شكلك كده انا جاي من اسيوط وانت شكلك جاي؟ وانا جاي من القاهره. من الرحات. من الرحات. طيب ايه كان في ملحوظه يعني، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. حرف الهاء ده حرف من حروف الهمس، حرف ضعيف فلا بد ان يقوى بالنفس. احسنت. يعني الهمس تعريفه وتمكين المخرج كمان. نعم، جريان النفس بعد النطق بالحرف. فلا بد ان القارئ لابد ان يلاحظ هذا الحرف ولا يقف عليه من يؤمن. خلينا نقول طب جريان النفس في مخرج الحرف. في مخرج الحرف. تمام. عشان ما نخنقش بس. طيب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ايوه احسنتي. يبقى لازم الهاء تطلع. تمام. لكن قلبه كده ما فيش هاء. كده ما فيش هاء طلع خالص. احنا كده وصلنا. وقلبه. نعم. ولا دي برضه مش هاء لان ده هوا بس. نعم. هذا لحن ولا يجوز اي حذف الحرف. ايضا الملحوظه الاخرى او يعني معلومه ممكن اصدقائنا اللي بيشاهدونا يعرفوها، مد التعظيم في الله لا اله الا هو. يعني شرح بسيط انه مد التعظيم هذا يمد في هذا الموضع او في كل موضع فيه لا اله الا هو سواء أو إلا الله. نعم، سواء قرأ القارئ بالقصر او بالتوسط. هو بالتوسط خلاص هو داخل معاه في المد خلاص. لكن اذا قصر له. نعم. له مد التعظيم. نعم، يعني دي معلومه بحيث لو حد سأل احد وقال له ما هو مد التعظيم فيشرح له. تمام. اللي هو نفي الالوهيه عن غير الله واثباتها لله. تمام احسنت، ربنا يبارك فيك. برضه معلومه كده يعني. لا دي معلومات خطيره جدا ومهمه. نعم. جدا ربنا يحفظك ان شاء الله الاخوه. وتقول لي نايم تصحي ما شاء الله عليك. نشوف طب الشيخ عبد الرحيم بقى اخباره ايه. طيب في عندنا حضرتك حرف الهمزه في كلمة أولئك وكلمة أصحاب. تمام. في أخ من المشاهدين اللي قرأ حرف الهمز لازم يتحقق. يعني هو كل الهمزة مثلا. أو الهمزة كانت ضعيفة. ضعيفة. فطبعا. الأولئك. شفت أنا معاك إزاي؟ تمام. في حاجة. وده طبعا ما صح وفي ناس بتديلها بيها أولئك وده برضو خطأ طبعا شائع يعني. في حاجة تانية حضرتك برضو اللي هي النبي اللي هي حرف الغنة المشدد سواء كان كلمة إن من أزواجكم. تمام. الغنة هنا تبقى مقدار حركتين طبعا. تمام. وكلمة إنما أموالكم أزواجكم. خلينا نقول زمن الغنة تقريبا حركتين. حركتين. عشان احنا بنحب الدقة قوي في البرنامج. لكن ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك أنت والشيخ عبد الله وما شاء الله عليكم يعني ولسه ليكم برضو كلام معنا في آخر الحلقة يعني. إن شاء الله. لكن أنا عايز بس أرجع للرسائل اللي كانت معنا وإحنا ما ردناش عليها بسرعة كده. أول ما تيجي الصلاة كان في رسالة من أخونا عبد الله صقر بيقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا طبعا كالعادة ندفع أولا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثانيا أنا بحب في الله بحبك في الله يا شيخ أشرف وأنا كمان بحبك في الله والله إن شاء الله. الثانية نصيحة بعدم الاستثناء في الدعاء، يعني سامحوني انا ساعات ببقى ايه بستثني في الدعاء وانا بتكلم في دعاء دون قصدي يعني، فانا اوعدك ان انا اجتهد في ان انا ما اقعش في هذا ان شاء الله. رابعا يا عم الشيخ رابعا كمان ادعي لي شيخ اشرف بحفظ القران، اسال الله ان يحفظك القران وان يجعلك من اهل القران الذين هو اهله وخاصته. رساله بعد كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ اشرف وبارك الله في ضيفك الشيخ محمود. طبعا الكلام ده عن الرساله جت لنا في الحلقه بتاعت يوم الاربعاء الاحد الماضي، يوم الاحد الماضي. وعندي سؤال بعد اذنك، كيف اثبت حفظي؟ ارجو منك الدعاء لي بحفظ القران الكريم. اختكم ام عبد الله الخرشي، اذا كنت قلت الاسم صح يعني. اسال الله يعني ان يثبتك على الحق وان يثبت عندك الايه الحفظ. وثبات الحفظ يحتاج منا إلى جهد، جهدي في إيه؟ تخصيص وقت للمراجعة، ما ينفعش أبدا أن أنا أرجع عنه ولا أتنازل عنه. الوقت ده لو عايزين يعني أقول لكم عليه أفضل وقت صلوا على النبي. طيب اتفاعلوا الأول صلى الله عليه وسلم.
بعد الفجر وبين المغرب والعشاء، وقتين يعني يساعدوا جدا على المراجعة. لو احنا أهملنا القرآن أسبوع نرجع تاني نلاقي الدنيا ايه مش مظبوطة خالص في الحفظ. تمام، وربنا يبارك فيك إن شاء الله. برضو رسالة من أخ شيبة يقول: اللهم انصر إخواننا في سوريا، أستحلفكم بالله أن تدعو يا شيخ أشرف لأهلينا في سوريا. أخوكم أحمد شيبة. طبعا إن شاء الله أخونا عبد الله بركات يجهز دعاء لنا في آخر اللقاء ويخص به أهلينا وفي سوريا إن شاء الله، ربنا ينصرهم على أعدائي. معنا اتصال. طب خلونا بس نشوف بسرعة بعض الرسائل لأن عندنا رسائل كثيرة. طبعا كان في طلبات بأن أخونا محمود يقلد أكثر من شيخ. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني هنكتب الملاحظ ديت ونخليه لما يبقى معانا قريبا إن شاء الله يجاوب على أو يقلد أصوات الشيخ. على فكرة الشيخ عبد الله بيقلد برضه بس هو مش عارف مستعد ولا إيه. إن شاء الله مستعدين. إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، مساءكم دعاء لإخواننا في سوريا. يعني ما شاء الله ناس متفاعلة مع يعني أسأل الله أن يعني يحفظ أهلنا في سوريا. دي رسالة طويلة جدا للشيخ محمد، فضل الشيخ محمد حسان، جاي على الإيميل إن شاء الله نوصلها للشيخ بإذن الله تعالى. برضو رسالة طويلة برضو يعني توصل للشيخ بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب بعد كده الرسائل اللي جالتنا بعد كده كانت بخصوص الحلقة الماضية، كانت بتتكلم على ناس عايزين يعرفوا طريقة الطريقة النورانية أين تدرس، وياريت يتواصلوا معي من خلال الإيميل وأنا أوصلهم بأخونا المسؤول عن الطريقة في مصر. الأسئلة كلها عن كيف نتعلم الطريقة النورانية وإزاي وإيه الأماكن اللي بتعلمها في مصر. يعني ممكن ناخد اتصال بقى إن شاء الله برضو كلها عن الطريقة النورانية، كيف نتعلم الطريقة النورانية. طب انا اقول بس الرساله ديت برضو: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل الشيخ اشرف عامر، جزاك الله خيرا على برنامج اقرا وارتقي بالقران، استفدنا منه الكثير جزاك الله خيرا، جعله الله في ميزانك وميزان حسنات القائمين على قناه الرحمه جميعا امين يا رب العالمين. كانت حلقه موفقه جدا، حلقه القاعده النورانيه من سنتين، تمنيت ان اعرف رأي الشيخ فيما حدث لي من الأخت اللي هي كان ليها شكوى والشيخ رد عليها، وإن شاء الله نوصلها بأخونا المسؤول. في رسالة جاتنا بقى دي دلوقتي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وضيوفك الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقكم الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخوكم في الله محمد عبد الصبور، جزاك الله خيرا أخ محمد. وزي ما اتفقنا اللي ليه سؤال ومش عارف يوصل لنا من خلال التليفون إن شاء الله يبعت برسالة على الايميل اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه ان شاء الله اخواننا ينزلوه. في اتصال معانا. اخ صالح، يا اخ صالح معانا ملك. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. عليكم الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو يا ملك. عليكم السلام. ازيك يا ملك؟ نعم. انت معانا ولا مع برنامج تاني؟ سمعاني؟ ازيك يا شيخ اشرف؟ ازيك يا ملك؟ انت عندك كام سنه ما شاء الله؟ اربعه. ما شاء الله. اربع سنين ما شاء الله عليك يا ملك. هتقراي معانا ايه يا ملك؟ اما يتسألوا كمان ما شاء الله. طب سمعينا. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
الليل لباسا وعلى فوقكم سلام سجادا. بارك الله فيك، ربنا يكرمك يا ملك، ما شاء الله عليك. 4 سنوات يا شيخ عبد الله، يعني ما شاء الله هذه الأمة إن شاء الله ربنا يبارك فيها. أسأل الله أن يبارك في والديها يا رب إن شاء الله. بارك الله فيك يا ملك، يا ملك ثلاثة يا ملك. بحبك يا شيخ أشرف. وأنا بحبك قوي، ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معنا اتصال، معنا أم علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي أم علاء. يا شيخ أشرف. في نعم والله والحمد لله. بارك الله فيك. وفيكم الله بارك. معلش انا خايفه ان انا اقرا بس لازم احاول عشان يعني بيد لبيد عمرو عشان اشوف انا بقرا كويس ولا مش كويس. طب خايفه ليه؟ طيب اتفضلي اقراي. انا بقول لحضرتك خصوصا ان عندي رب وشعب كمان يعني واخده دور برد، فبس انا ماشيه متابعه حضرتك بس نفسي اجرب النوبه عشان اشوف انا ماشيه كويس ولا لا. اقراي وبص اقول لك على حاجه. نعم. اغلطي ما تخافيش ونصحي لك ونضبط لك القراءه، يعني اقراي بطبيعتك. يا رب ويبارك لك في ولادك. الله يحفظكم يا رب ان شاء الله. طب يعني اتفق. ابدأي ان شاء الله. ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواج. خد بالك بس أم علاء. أم علاء بص خدي بالك. ايوه يا اي اسمعيني بس. ماشي. يا ايها الذين امنوا، ما تزودش عن كده. ماشي. لو وقفتي ولو وصلتي اتفقنا. ماشي. يلا. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. أنت عارفة؟ نعم. أنت ما شاء الله عليك كويسة، بس عايزة أظبط شوية حاجات كده بسيطة بس. ما أنا خايفة بقى شوية. لا ما تخافيش، اقرأي واتصلي واقرأي وتابعي معانا وإن شاء الله تبقي ممتازة جدا. ربنا يحفظك. الله يكرمك يا شيخ أشرف. الله يكرمك. يبارك لك يا رب. ربنا يحفظك ويشفيكي ويعافيكي. ما شاء الله عليها، يعني عندها استعداد طيب وما شاء الله. معانا الأستاذة شيماء من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام. اتطور كده. اقرا مين بعد اذن حضرتك؟ اتفضلي استاذه شيماء من يا ايها الذين امنوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا من ازواجكم. استاذنك يا استاذه شيماء تعالي الصوت شوية. حاضر. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا أخت شيماء، اقراءة طيبة. يعني أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا شيخ محمد. جزاك الله كل خير. خيرا جزاك يا أخي، ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك وفي جميع مشايخ القناة في الرحمة. آمين يا رب العالمين، وفيكم الله يبارك. يعني ممكن أشارك مع حضرتك؟ تدفع من أول الآية 12؟ لا مش تدفع من أول الآية 12، تدفع أنا تصلي على النبي. اللهم صلي وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماشي، ابدأ من أول الآية إن شاء الله، الآية 10 أو الآية 12 زي ما تحب إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بس خد بالك أخو محمد دي الآية 13. أيوه لأن أنا أنا عندي الآية أيوه. الآية هي ما كان قبل الرقم يعني الآية تبقى قبل الرقم. أما أقول آية 13 يبقى قبل رقم 13 هي دي الآية معايا؟ يبقى وأطيعوا الله. لا كمل بقى خلاص بقى ما أنت كملت كمل بقى إن شاء الله. حاضر. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا. أنت ماشي حلو قوي ما شاء الله عليك اسمعني بس أستاذ محمد ماشي كويس قوي ماشي. عندنا إخفاء هنا بقى نون التقط بتاع صح؟ أيوة يبقى لازم أركب غنة. أيوة يلا سمعني. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما شاء الله عليك انت قراءتك ممتازه وادائك جميل جدا يعني. بس خد بالك من الغنى اللي بتوعى دي. اني احبك في الله. احبك الذي تحفتني من اجلي. ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا طارق من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ اشرف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله العظيم انا نحبكم في الله. احبكم الله. ربنا يحفظكم. ربنا يبارك فيك يا شيخ اشرف وضيوفك وفي جميع مشايخ قراء الرحمه. آمين. والعاملين فيها يا رب. امين يا رب. وضيوف كمان وضيوف القناه وكل طبعا القناه طبعا قناه الرحمه. ربنا يبارك فيهم يا رب. الله يحفظكم. لو سمحت يا شيخ اشرف ممكن بس اسالك سؤال صغير كده عن القاعده النورانيه. صغير ولا كبير؟ لا ان شاء الله صغير. طيب اتفضل. مريم بنتي كانت بتحفظ في المسجد بالطريقه النورانيه. تمام. في ظروف كده وقفوا الطريقه دلوقتي فانا مش عارف بقى استنى لما تختم. وقفوا الطريقه ولا وقفوا الطريق؟ لا الطريقه الطريقه النورانيه. فمش عارف دلوقتي هل استنى لما تختم وهي ما شاء الله يعني في نصف القران ان شاء الله. ما شاء الله. حفظا ولا قراءه؟ لا حفظا. ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. فاستنى لما تختم ونرجع بقى تاني من الاول بيها ولا اكمل لها بيها؟ هي عندها كم سنه؟ عندها يعني 10 سنوات. مش هي اللي اتصلت علينا اول اتصال؟ هي اخت احمد, أحمد. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ربنا ان شاء الله يبارك فيك يا شيخ. هي ادائها كويس ومستواها كويس ما شاء الله عليها. طب هي سنها اظن دلوقتي يعني خلاص هي عدت مرحله الطريقه النورانيه. فهي المفروض ان حضرتك كده تلزمها مع اخت معلمه مجيده فاضله. تبتدي تتابع معاها المراجعه والحفظ الجديد وتضبط لها القراءه. هي مستواها كويس لكن دايما بيبقى عندنا طمع ان احنا نصل بابنائنا الى اعلى مستوى. ما شاء الله طريقه ممتازه ما شاء الله. انا قصدي اقول امشي بقى مع احمد في الطريقه. تمام. حاضر حاضر. وخلي مريم احمد عنده 4 سنوات يعني طبعا يبتدي يتعلم الطريقه. تعلم الطريقه بيبدا من 3 سنوات او 4 سنوات بيبدا بيها في الحضانه برضو. طيب خلاص يبقى خلي احمد في الطريقه وخلي اخته مريم تبقى ان شاء الله باذن الله تعالى مع يعني اخت فاضله تبتدي تضبط لها القراءه وتمشي معاها في الحفظ وتراجع معاها عشان تثبت كمان ان شاء الله. ودعواتك يا شيخ برضو معانا الله يبارك فيك. يا رب يغفر لنا ولكم ان شاء الله. ربنا يكرمك. الله ممكن اقرا يا شيخ ان شاء الله؟ كمان هتقرا بعد الكلام ده؟ اسف والله انا اسف. لا لا اتفضل يا حبيبي اتفضل. انا بترك معاك. ربنا يعزكم يا رب. الله يكرمك. الاول بس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تمام. فاكثروا الدعاء. تمام. يعني يا ريت يا شيخ رساله ان ما فيش ايدينا في ايدينا دلوقتي غير الدعاء. احسنت. يا ريت كلنا واحنا ساجدين في الصلاه وفي كل صلاه سواء نفل او فرض ندعي ان شاء الله ان ربنا ينصر مصر وينصر اهل سوريا وكل المستضعفين في الارض يا رب. وبرضه دعوه لاخواننا ائمه المساجد واظن اخونا عبد الله من ائمه المساجد دعوه ليهم كلهم ان يبقى في قنوط الله ان شاء الله في كل صلاه. ايوه يا شيخ الله يكرمك وان شاء الله ربنا يستجيب يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم يا رب. يا رب يا رب ربنا ينتقم من الظالمين. ربنا يكرمك. نسمعك يا اخي اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف. خد بالك من حاجة بس. نعم. اتق عليها ايه؟ إن تقرضوا الله يا شيخ بص بس اتق عليها ايه؟ يضاعفه لكم ويغفر. صلي على النبي يا أبا مريم عليه الصلاة والسلام. بص على التاء كده عليها ايه؟ إن تقرضوا. ايوه كده يا مولانا كده. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير وفيكم الله بارك. ربنا يحفظك حبيبي الله يكرمك إن شاء الله. معنا اتصال من المغرب أختنا نعيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاكم إن شاء الله. تقرأي برواية ورش؟ نعم. استعيني بالله وابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما خدي بالك بس يا أختي نعيمة عايزين نرقق الراء بقى. انت مستواكي طيب ما شاء الله عليكي وقراءتك ممتازه بس عايزين نبين الراء المرققه بقى لانها عند كل القراء عند الوقف المصير. وبئس المصير. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله فيك ما شاء الله عليك قراءتك ممتازة ربنا يحفظك. وده كان آخر اتصال عشان أرجع أشوف برضو ضيوفنا وأشوف أخبارهم إيه وهم لسه مصحصحين ولا إيه في آخر الحلقة. طبعا إن شاء الله المراسلة من خلال الإيميل دي موجودة طول الأسبوع على مدار الأسبوع. اللي يستطيع أن هو يبعت رسالة لو عنده استفسار أو سؤال نعرضه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وأشوف عايز تقول حاجة يا شيخ عبد الله. بالنسبة للإخوة اللي بيقرأوا بورش. نعم. في ملحوظة مهمة جدا اللي هم يعني إذا اجتمع مثلا مد والبدل طبعا الغالب يقرأونا بتوسط البدل. توسط البدل. يعني يفرقوا في المد بين المد بين البدل توسط البدل والمد ست حركات في في المنفصل والمتصل. يعني مثلا يقولوا إيه لا المتصل والمنفصل ست حركات خلاص ست حركات نجوم ما فيش انا قصدي اقول لحضرتك مثلا اقول بآياتنا يعني خلي أربعة وستة وستة عشان الفرق هو نفس بس ساعات بيبقى كده يعني دي ملحوظه بس لكن يعني ما شاء الله لاحظتها برضو في المره الماضيه الاخ يعني يساوي في المد فطبعا هو يعني يزيد ممكن يكون هو بيقرا بيشبع البدل بيشبع البدل بس هو في لاحظ في التحريرات لما يعني اتى بالتقليد بتقليد نعم ان شاء الله ربنا فيك ان شاء الله عليك لكن عايز اقول ان برضو ايه الامر محتاج الى ايه الى ضابط وتدريب مثل حفص مثلا لضبط المد والانفاس كمان النفس في 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 طبعا في ورش يحتاج الى نفس طويل عندك 48 مد في ايه يعني ان شاء الله يعني بجمع مجموع المدود فطبعا ورش محتاج بارك الله فيك ربنا فيك. طيب احنا يعني هناخد بقى لا خلاص انا كده خلاص انت يعني كفايه عليك كده حلقه لكن ناخد بقى دعاء نختم بيه ان شاء الله من الشيخ عبد الله دعاء في دقيقه ونصف ان شاء الله ويا ريت يبقى خاص باهلينا في سوريا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره فاهل انت ان تحمد
وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم مكن لدينك في أرضك. اللهم هيئ للإسلام والمسلمين أمر رشد وخير، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الشرك بك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه يا رب العالمين، اللهم انظر إليهم بعين رحمتك ولا تنظر إليهم بعين سخطك. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارزق مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. آمين يا رب العالمين. وفي نهاية الحلقة يعني الطيبة اللي يعني كنت مستمتع بيها وأكيد حضرتك كنت مستمعين معايا بيها، بشكر باسمكم الشيخ عبد الله بركات، جزاك الله خيرا ونسعد بيك في لقاءات أخرى إن شاء الله. وأشكر الشيخ عبد الرحيم بركات، أخو الشيخ عبد الله بركات، نورتنا الشيخ عبد الرحيم، ونسعد بيك في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. كما أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وخص مديرين فريق العمل في برنامج إقرأ وارتقي، وعلى رأس فريق العمل مخرجنا ياسر عامر وفريق العمل معه، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وأشكر أيضا من انتصر علينا من مصر ومن خارج مصر. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الأربعاء القادم قبل هذا الموعد بساعة، انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني. اقرأ وارتق بالقرآن، اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة. اقرأ وتأن مع البهرة، فهناك ملائكة بررة